يعني ممكن استشير الدكتور في حاجة؟ اتفضلي اتفضلي يا بنتي. دلوقتي انا طبعا مخطوبة وخطيبي لما بنطلع اي مشوار انا وهو ما بيهتمش بيا، بنكون طالعين مثلا رايحين مثلا خطوبة ولا كده بكون واقف جنبي وما بحبش يعني ان هو يقف معايا، وبعدين فانا مش عارفة بقى اعمل ايه وكده، وعينه بتفضل يعني يبص على دي ويبص على دي وكده، فانا بقول له انت اشمعنى بتعمل كده لما انت مش عاوز تخرج معايا وكده، اشمعنى بتعمل كده يعني تخرج معايا ليه؟ فهو يفضل يقول لي انت ما تقوليش كده، يفضل يعني يزعق معايا وكده، وحتى لما بيجي لنا ما البيت ما تقوليش ايه؟ بيفضل يقول لي انت ما تقوليش كده، بيتخانق معايا بيفضل يقول انت ما تقوليش كده، انت بتقولي كده ليه؟ انت مش عاوزاني مش عارفه ايه، ايه اللي انتي بتقوليه اللي هو ايه ما تقوليش كده؟ يعني ما تقوليش ان انا ببص كده ولا كده، انا ما ببصش على حد، بكذبني يعني. اه، تمام، هو انتوا جوازكم جواز صالونات احنا ولا لسه مخطوبين. لا احنا خطوبتكم؟ معلش، خطوبتنا ازاي يعني؟ يعني انتوا يعني تعرفوا بعض كنتوا ازاي؟ تعرفوا بعض، اتخطبتوا ازاي؟ لا هو كان جيلنا يعني شافني وكده وانا قاعدة عن طريق واحد وكده، وجيت اقدم وبعدين على طول. جيت اقدم على طول، وانا مخطوبة بقالي 6 شهور دلوقتي، وبعدين ما بيجي لنا البيت ما بقعدش، مش بحب يقعد كتير في بيتنا يعني، عندنا بيقعد مثلا نص ساعة ويمشي، طب ما ما يمكن بحبش نقعد بيتحرج، يعني ممكن يبقى عنده خجل انه يطول في القعدة او يبقى موجود لفترة طويلة في البيت عندكم، لا في حاجة تانية ممكن أقولك عليها. لو ينفع. هو بصي ما برنش عليا، ده أول حاجة، جايب لي تليفون ما برنش عليا، بيقعد ممكن يقعد بالأسبوع ما برنش عليا ولا بكلمني على الواتس. هو اللي تمام، جايب لك التليفون؟ هو اللي جايب لي التليفون. ما بيرنش عليكي، يعني ما بتكلموش بعض يعني؟ لا هو ممكن لو كلمني يقعد يقول انا مشغول، وهو ما بيشتغلش يعني طول الوقت، حتى مش بيفضل نفس وقت معين هو يكلمني فيه، يعني بيكلمك مثلا في اليوم قد ايه؟ ممكن يعدي باليوم والاتنين ما يكلمنيش، ورن عليا يكلمني مثلا 10 دقايق على الواتس بس، ويقول لي انا مشغول انا مش عارفه ايه، فاقول له طب ممكن تكلمني شويه؟ طيب انا بكون مكسوف وانا بقول له كده والله، طب ممكن ترن عليا تسمع صوتي واسمع صوتك؟ يقول لي انا مش فاضي، يقعد يزعق معايا على اتفه الاسباب. فانا قلت له طيب انت في الاخر يعني، ويقول لي كفايه ان انا فضلتك وخطبتك عن جميع البنات، وكفايه ان انا عرفتك وخطبتك. قلت له طب ازاي تقول لي كده؟ انا مش وحشه عشان تقول لي كده يعني؟ لا، هو اكيد ما يقصدش المعنى اللي وصل لك، بس انا اصلا عايزه اقول لك حاجه. انتوا مش متجوزين، انتوا مخطوبين، يعني في فتره تعارف. خليك معايا يا دكتور في اللي انا بقوله. معاكي، بس انا في كلام كتير من اللي هي قالته سقط مني، ما سمعتوش. بس اللي انا لخصته ان هي بتشتكي من شيء، وهو زي ما انت قلت كده، انت عندك فرصه انك انتوا لسه مخطوبين يعني انا مش اقعد عايزك اتكلم هيسيبك. واسال واستفسر، وهل دي طبيعتك على طول؟ وهل لما نتجوز هنفضل كده؟ بس واضح ان بنتنا اللي بتتكلم خجوله، ما عندهاش حنكه، ما عندهاش الذكاء الاجتماعي ازاي تفتح حوار وازاي تدير حوار. فالتاني طبعا ممكن يكون اكثر منها خبره يعني، فشايفها بقى ان هي مقفله، شايفها ان هي انتوا بتلاحقه بينكوا قد ايه كده معانا؟ يعني. معانا ولا مش معانا؟ اه، فاهمه. فشايفها ان هي خام، شايفها ان هي مش عارفه تسال، شايفها ان هي يعني انا وجهة نظري يعني ان فتره الخطوبه دي هي فتره مشاهدات بس للتعرف على الطرف الثاني، وليك الحق تسالي على كل حاجه، وليك الحق تستفسري عن كل حاجه، وعليه ان يجاوب. ومش معنى ده دلوقتي بيقول لك مخطوب وانا مش فاضيلك، انت مش عارف ايه، ما تخنقنيش. طب اذا كان ده اللي عايز، انطباع اللي عايز تسيبه، انت بقى كواحده هتكملي مع واحده ده ازاي؟ يبقى انت بعد شويتين بقى هتبقي زي ام محمد اللي هي بتشتكي، ها، ان هو مش عارف بيستهتر برايها، ان هو ما بيشاركهاش هاملها وما ما بيقولهاش. بيسألش عنها. طب ما دي دلاله، هو فتره الخطوبه اسكت عليها ازاي؟ هي دي مشكله كبيره جدا يا لميا في مجتمعاتنا ده احنا الحقيقه. ده مهم جدا ان احنا نقول ايه الحاجات اللي احنا نتغاضى عنها في فترة الخطوبة، والحاجات اللي ما ينفعش نتغاضى عنها.